تأثيرا إيجابيا ومثالا يحتذى به على العمل التطوعي، أظهرته الشابة فاطمة بعطوة التي حملت في طيات حياتها الشغف والرغبة في العمل الخيري وخدمة المجتمع بمبادرة فراشات الخير بأهداف نبيلة وملتزمة لتقديم الدعم والمساعدة للنساء. كنت في مدينة صنعاء للعلاج، فرأيت الكثير من البنات في العمل التطوعي يقومن بخدمة الأسر المحتاجة والمتعففة. من هنا انطلقت في العمل التطوعي، وجاءت الفكرة هذه لما خرجت إلى مديرية القطن. قمت بجمع مجموعة من البنات، تم الاتفاق على فكرة العمل التطوعي، وضحت لهن كيف العمل التطوعي، كيف روح العمل، كيف نخدم المجتمع. من هنا تمت انطلاقة مبادرة منتدى فراشات الخير التنموي التطوعي. اشتغلنا على تمكين المرأة وتأهيلها في العديد من الدورات، أيضا الملتقيات الرمضانية، الأمسيات، المجال التعليمي، الصحي والثقافي. ومن ثم أدركنا أهمية المشاريع الكبيرة التي قمنا بها وتركت أثر في مجتمعنا، فعملنا على عمل مؤسسي يجمع جميع الأعمال ويحتضنها. تكرس فاطمة وقتها وجهدها للعمل التطوعي بين مشاريع الخير والعطاء، إلى جانب تمكين النساء في وادي حضرموت وتعزيز قدراتهن في مجالات متنوعة، حتى يكون رائدات أعمال ناجحات لتحقيق أحلامهن المهنية والشخصية، واللواتي تمكنت بعضهن من تحقيق الاستقلالية المالية بإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهن. أول شيء تألمت عند الأستاذة فاطمة أنني كنت كوفيرة ومحنية وطبخ وبخور وكله يعني، والحمد لله وأشكرها على كل شيء يعني. ودحين نفسي كن يعني أستاذة، نفسي تألم وألم، وإن شاء الله بإذن الله المشروع ذا يكون ناجح وكل شيء يكون فيه حلو والناس تستفيد مثل ما أنا استفدت. المرأة في الآونة الأخيرة لها دور كبير جدا، كونها شريكة الرجل في الكثير من المجالات وكونها مكافحة. أيضا في الفترات الأخيرة أبذلت مجهود كبير في الجوانب التطوعية والمبادرات الإنسانية، أبذلوا كثيرا من الدورات لتساعد المرأة في تأسيس حياتها وتكون شريكة للرجل في جانب الخياطة أو الجانب الدورات الكوافير، أيضا في جانب التمكين المرأة. فهذا إنجاز رائع جدا لأنها شريكة الرجل في كل المجالات وهم مكملين البعض. تشكل هذه الأعمال التطوعية شبكة من النساء المتدربات والمتطوعات اللواتي يدعمن بعضهن البعض ويستفد من خبراتهن في تحقيق أثر إيجابي على نساء المنطقة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل يتعارف فيه الجميع ويتلمس احتياجات بعضه البعض، لأن النساء هن القوة الحقيقية القادرة على تحقيق الإنجازات الكبيرة.